الشروط هنا أجمل لحظات وأحلى الطبخات بمسابقة هلا وأحلى الجلسة هلا يلا يا جو بنافس اليوم واحد جهبذ جهبذ أنت جهبذ والله ويقول يقول البيت ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر أنت الجبل وبإذن الله جايب معي الأمور وبطلع الجبل حبيبنا ياسر السلام عليكم السلام ورحمة الله آسف ما يكون بس لخبطت حديثكم وقاطعتكم ولا شيء لا لا أبد لا أنا رفع قبل الحلقة لا بالعكس يعني وجودك سعادة والله نبدأ المسابقة يعني أيوة. على راحتك احنا لا يعني بعجبكم قولوا لي والله أنا أقول المسابقة هذه شوف أنا متنكد ناصر أوف لا لا, لا أنا لا متنكد لا لا. أنا أقول دافع من جيبي مبلغ حلو وما استلمته ما استلمته ما استلمت مبلغك عندي وحاجتك عندي بإذن الله لكن خلاص. ما أنت وش غط القطة اللي طالبها منك الرجال إيه غط القطة بعدين افزع لا لا مين تبعه أنا ما في دفعت فاتورة الكهرب يعني أنت مهمتك قصف الجبهات ولا عندك مسابقة تقريبا يعني بس اللوك أصفر كلام كبير يا شيخ تلميذك والله أنا كلام مدرسة كبير. كلام كبير تدري أنا أقول ناخذ وقتنا ونسولف شوي تدرون ليش نعم المسابقة هذه الوحيدة أنا بس أبو ياسمين بس إذا يسامحني لانه اخذت ورق الجدران اللي موجود في الديكور قويه والله ولا التيشيرت كان ابيض اصلا من البدايه والله انت عجبني شوف ياسر بدا يهاجم نفسه قبل ما نهاجمه يقول لك في التعليم دائما اذا دخلت على الطلاب عرف بنفسك قبل ما يعطوكم لقب من عندهم اي والله ما ادري صراحه يعني ملكه النحل لو تهدى شوي الله خليك نبدا حلو ملكه الله يعطيك طيب يا يوسف جاهز جاهزين جاهز جاهزين جمهورنا الكريم راح اخذ مشاركاتكم وتفاعلكم واجاباتكم وثقافتكم على هاشتاق البرنامج اليوم عقد ايجار 10 ما بقى له 9 ايام على البرنامج ويلا نبدا البرنامج وطلع لي انترو